خدنا النقاط في المستوى القطبي صح، وازاي نمثلها وازاي نجيب كمان صور مكافأة ليها، اكتر من صورة مكافأة ليها شباب. بينما ازود ب 360 او انقصها، او انقص او ازود كام 180 حسب الشروط يا جماعة عندنا. طيب النهارده هناخد حاجة تانية، العلاقة بين الاحداثيات الديكارتية والقطبية. طب ايه هي الديكارتية يا جماعة؟ دخلناها قبل كده كلها، كل الدراسة كانت عاملة ازاي؟ اكس وواي، هنا واي وهنا اكس صح؟ اي نقطة عندك في المستوى عبارة عن نقطة اكس وواي. اهي يا جماعة زي كده اهي. دي اللي خدناها نتعود عليها قبل كده كله. طب ايه هي القطبية اللي درسناها قريب اللي هي ايه؟ لو عندك نقطة كده مثلا يا جماعة ده اسمه المحور القطبي، بحددها بحاجة اسمها ار، اسمها قطبية، وايه كمان؟ وسيتا المسافة المتجهة، معلش أنا آسف، المسافة المتجهة، وسيتا اللي هي برضه زاوية إيه؟ السلام عليكم. زاوية متجهة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا يا جماعة الزاوية أهي إما تكون لو كانت موجبة بنقيسها عكس عقارب الساعة، إذا كانت سالبة بنقيسها إيه؟ مع عقارب الساعة. اليوم هجيب بس العلاقة بين الإحداثيات القطبية والديكارتية. تمام؟ ونحول من إيه؟ من ديكارتي، من ديكارت إلى قطبي. ماشي يا جماعه؟ والعكس، احول من ديكارت الى قطبي ومن قطبي الى ديكارت. ماشي؟ نفس الشيء بالنسبه برضه للمعادلات، دي يا جماعه كده اسمها معادله، لما اقول لك ان ار بتساوي 2 دي معادله قطبيه. احولها الى صوره اللي هي الديكارتيه. عندي كمان برضه مثلا دي معادله اكس تربيع زائد واي بتساوي مثلا 1. دي معادله ديكارتيه، احولها للصوره اللي هي القطبيه اللي فيها ار وسيتا. واضح؟ هنتكلم دلوقتي بس في الاول بشكل عام، بعد كده الحصه كلها هتكون على حاجه واحده، نقطه واحده يا جماعه بس، يعني الحصه ما هتكتر فيها عشان تفهمها بس، نقطه واحده اللي هي ايه؟ التحويل عندك من القطبي الى الديكارت. من القطبي الى ايه؟ الديكارت. وعليكم السلام وبركاته. فتحولوا لنا بس 5 دقائق هجيب الموضوع كله بشكل عام، بناخده بشكل خاص تفصيل واحده واحده. طيب ركزوا كده معايا يا شباب. اذا عندي نقطه اهو، اعتبر ده مستوى ديكارتي بنفس الوقت مستوى ايه؟ قطبي. لو عندك هنا مثلا نقطة يا جماعة ايه؟ نقطة عبارة عن اكس وواي في نفس الوقت اسمها ايه؟ سيتا وار، أو ار وسيتا. أهي ار وسيتا. لاحظوا كده معايا المسافة دي يا شباب هي اكس، والمسافة ده هي واي. واي. هجيب العلاقة بين اكس وواي مع سيتا بار، نفس الفكرة كده. لو حبيت مثلا تجيب لي يا جماعه كده كوزاين سيتا، كوزاين سيتا بتساوي ايه؟ عندي طبعا مثلث قائم الزاويه. الكوزاين ايوه اللي هو حضرتك اكس على واي على ار. واي ازاي؟ على ار. ايوه الار. اه صح 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 المجاور، صح صح صح. المجاور على الوتر صح؟ طب ضربه تبادلي كده، ضربه تبادلي يبقى اكس ضرب واحد باكس هتساوي ار كوزين ايه؟ سيتا. ودي اول علاقه احفظها حفظ كده يا شباب، اكس بتساوي ار كوزين سيتا. بالمثل يا شباب ساين سيتا بتساوي المقابل اللي هو الواي على الوتر اللي هو الار، يبقى الواي برضه بتساوي ار ساين سيتا. اهي يا شباب، وده اللي هستعمله اليوم يا شباب بس، دول كده مع بعض بس هستعملهم اليوم عامة يعني. طيب والعكس، لو عايز اجيب العكس يا جماعه، احول العكس مثلا من قطبي من ديكارت الى قطبي وكلام من ده، بنعمل ايه؟ لو حبيت اجيب مثلا الزاويه سيتا هستعمل ايه؟ خلي بالك عندك اكس وعندك واي موجودين، وقال لك حولها الى قطبي اروى سيتا مثلا. دي الحصه الجايه بس بديك بس عنها ايه؟ شكل نورمال كده. اعمل ايه يا شباب؟ سيتا اهي معلومه عندك. ايوه معلومه عندك، المقابل ومين؟ مجاور اللي هو تان. استعمل ايه؟ ساين ولا كوزين ولا تان؟ الايش؟ معلوم عندك المقابل والمجاور بالنسبه لسيتا. تان. ايوه تان. استعمل التان، اقول لك لو تان سيتا تساوي اكس على واي بتساوي عندك واي على اكس، يبقى سيتا بس بتساوي ايه؟ تان ماينس. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تان ماينس 8 يا شباب واي على اكس. واي على اكس. واي على اكس.
بس دي يا جماعه خلي بالك دي في حاله واحده بس، دي في حاله واحده لما في ثيتا، لما تكون اكس موجبه. يعني اكس موجبه يعني في الربع الاول او الربع كام؟ ها الرابع، الرابع اكس الرابع او الاول بس. افرض ثيتا دي اكس بس في الربع كام؟ الثاني او الثالث، زود بس 180 تبقى عندك لو ثيتا بتساوي تان ماينس 1 واي على اكس زائد 180. ودي يا جماعه ان شاء الله الحصه الجايه، يعني ما تعملش نفسك بيها الحصه دي، بس انت ركز في دول انا بس بديك فكره عنهم عشان تكون عارف ايه اللي بيحصل. يا شباب هنستعمل ايه النهارده؟ هستعمل احول من ايه، من قطبي الى ديكارت بس، صيغه قطبيه. يعني عايز اي نقطه عندك ار وثيتا احولها الى اكس وواي، ده قطبي وده ديكارت او كارتيزي. ديكارت ماشي يا شباب؟ ده فكره الدرس بس النهارده كده، مش اكتر من كده. ماشي. انما الشغل التاني ده اللي يعني فيه شويه تركيز ان شاء الله المره الجايه باذن الله. هنعرف كده يا جماعه بالامثله، بالامثله. يلا يا شباب، بي بيقول لك هنا ايه؟ حول الاحداثيات القطبيه الاساسيه الى ديكارت. الى احداث ديكارت يا جماعه. نقطه بي 4 و واي على 6، واي على 6 اهي يا شباب. يعني يا جماعه 6 بكام يا جماعه؟ واي على 6 بكام؟ واي على 6 يعني 180 على 6 فيها 30، يبقى زاويه 30 صح؟ يبقى ده هي بسميها دي ار، ودي ايه يا شباب؟ ودي ثيتا، ودي ثيتا. اقدر اجيب الاكس منها يا جماعه؟ مطلوب مني اجيب اكس واجيب واي. اكس بتساوي ايه؟ قلناها من شويه ولا نسيتوها؟ ار كوزاين ثيتا هتساوي 4 4، يبقى 4 كوزاين باي على 6 بكام يا شباب ديت؟ بكام يا جماعه؟ باي على 6 بكام؟ اللي هي شو اسمها؟ لو معاك حسبه، لو معاك حسبه 3 2 يضرب 3، لو معاك حسبه هتجيبها من غير حسبه كده اهو، 1 2 جذر 3 كوزاين 30 بجذر على 2 بالمجاور على الوتر، يبقى اقول له دي بتساوي 4 في جذر 3 على 2. اختصر دي مع دي بتساوي 2 جذر 3. جبت كده مين يا شباب؟ جبت الاكس، اجيب الواي بنفس الاسلوب برضه. الواي بتساوي ار ساين ثيتا، يعني ار ب 4 ساين باي على 6 اللي هي 30 يا جماعه. ساين 30 بتساوي المقابل على الوتر نص، يبقى 4 ضرب نص هيساوي ايه؟ 2. يبقى نقطه يا جماعه المكافاه ليها اللي هي اكس واي هتساوي كام؟ 2 جذر 3 و 2 اللي هي البي. سهله يا جماعه الكلام ده؟ ما فيش اي جديد خالص اهو. قرر بس قانونين اثنين انت عارفه قبل كده، اكس بتساوي ار كوزين ثيتا واكس بتساوي واي بتساوي ايه؟ ار ساين ثيتا. طبق فيهم بس واشتغل صح وخلاص. لو انت هتلخبط في الارقام والله استعمل الحاسبه من اول خطوه دي هتحلها صح برضه، من اول خطوه يا جماعه هتحلها برضه صح. لكن انا بعمل التفصيل ليه؟ الناس اللي حابه تتعلم الاساسيات كويس يا شباب، تعلم الاساسيات. مثال ثاني يا شباب يلا، مثال يقول لك هنا ار سالب 6 وسالب 120. وناخد الاول اللي قبلها ديت، اول كيو سالب 2 و135. يلا يا جماعه سالب 2 ومعاها 135 دي اللي هي الار سالب 2 وثيتا ب 135. الربع كام يا جماعه ديت؟ الربع اهو، ها الربع الثاني صح؟ الربع الثالث. اجيب الاكس ازاي؟ يلا يا جماعه اعمل معايا اكس بتساوي ايه؟ اكس يساوي اكس سالب 2 ار كوزين ثيتا هتساوي سالب 2 كوزين كام؟ 135. جميل جميل. بالنسبه يا جماعه للناس اللي عايزه تتعلم كويس، نجيبها ازاي دي من غير حاسبه؟ دي في الربع الثاني، يبقى اقول له باي ناقص
باين اس كام يا جماعه عايزين الرقم ده؟ باين اس كام؟ باين ناقص 35 برضه. لا 180 ناقص 45 اديني 135. لو قلت ان كوزين كده يا جماعه كوزين اهي هي نفسها بالظبط كوزين ايه؟ كوزين 45. بس ركز على حاجه، دي في الربع الكام قلنا؟ مش الربع الثاني؟ الكوزين فيها مجابه ولا سالبه؟ الربع الثاني سالبه. سالبه احط هنا سالب بس اس تي سي. يبقى اقول له ايوه، يبقى هنا كده اقول له يا جماعه سالب كوزين 45 ماشي اهي يا جماعه. طب كوزين 45 بكام؟ الاول سالب في سالب بموجب 2. كوزين 45 نفسها سين 45 بجذر 2 على 2 هيديني كام في الاخر؟ جذر كام؟ جذر 2. طب نجيب يا جماعه من مره الساين، يلا الواي قصدي الواي هتساوي ار ساين ثيتا، الار بتساوي سالب 2 ساين 135. اقدر بقى اشيلها يا جماعه احط مكانها كام؟ 35. احط مكانها 180 ناقص 45 صح؟ اشيلها يلا اشيل دي كده اهو واحط مكانها، اقول له 180 ناقص 45 هي نفسها بالظبط، اقول له سالب 2 ساين 45 موجب ولا سالب يا جماعه؟ هل فيها اشاره؟ السين في الربع الثاني موجب ولا سالب؟ ها اس تي سي بس بالربع الثاني موجب، موجبه يبقى خليها زي ما هي يا جماعه، شلت الاشاره منها خلاص اهو. السالب دي بتاعت الاثنين، دي سالب بتاع حج من الاثنين ماشي، يبقى زي ما هي يا جماعه. الساين 135 هي نفسها ساين 45 من غير اشارات، لكن في الاولى كوزاين 135 بتساوي سالب كوزاين 45. غيرت حطينا هنا زودنا اشاره ان كوزاين في الربع الثاني سالبه، لكن هنا في الربع الثاني الساين موجب زي ما هي يا جماعه، بتساوي سالب اهي سالب 2 ساين 45 بجذر 2 على كام؟ على 2. اختصر هيديني سالب جذر 2 كده، جبت اكس وواي، الاكس بتساوي كام يا جماعه؟ اقول له جذر 2 وسالب جذر 2. مفهوم يا شباب ديت؟ مفهوم الافكار؟ درس سهل؟ هو النهارده الدرس كله على الحته دي بس، ما هزود عليها اكتر من كده. بس شوف افكار مختلفه بس، مجرد بس افكار. نشوف حق من كلمه كده يا جماعه ليه؟ ومن اللي قبلها سي بتساوي ايه؟ 3. النقطه اسمها في، ار بتساوي سالب 3. لا موجب 3 يا جماعه، موجب 3 وسالب 120. سالب 120 مش يا شباب؟ سالب 120 ده يا جماعه هتخلص بسالب ده على فكره، بس ازاي دلوقتي هنشوف. يلا نفس الاسلوب بالظبط، هجيب الار، هجيب الاكس، واجيب مين؟ الواي. الاكس بتساوي ار كوزاين ثيتا، طيب ار بتساوي 3 كوزاين سالب 120. الكوزاين يا جماعه زوجيه ام فرديه؟ الكوزاين ده اللي ايه؟ نسيت، زوجيه. بتعمل في الاشاره؟ بتغيرها، بتخليها زي ما بتغيرها، بتمحيها خالص، تمسحها بالاستيكه خلاص بالمحابس. شو شو بس هذا مو تغيرها؟ لو كانت موجب بتخليها سالب، ولو سالب موجب. الكوزين داله زوجيه، الزوجيه معناها بتشيل الاشاره. يعني ايه داله زوجيه يا جماعه؟ يعني اف اوف سالب اكس هي نفسها اف اوف اكس، ولكن الاشاره موجوده. طب يعني ايه دي الزوجيه يا جماعه؟ دي زوجيه زي مين؟ زي الكوزين والسك مقلوبها. طب الفردية عاملة ازاي؟ اف اوف سالب اكس بتساوي سالب اف اوف اكس، تطلع بره الإشارة. أطلعها بره، بدل ما هي سالب اهي تطلع بره هنا. يبقى سالب بره الدالة، ماشي؟ زي مين؟ زي الساين وزي التان. التان فردية والساين بره فردية يا جماعة. إذا فيه الزاوية سالبة تطلع بره الإشارة، تطلع بره. لكن الكوزين ولكنها موجودة، السالب اكس هي نفسها موجب اكس. يبقى هتساوي ايه يا شباب؟ اقول له كده هتساوي 3 زي ما هي كوزاين 120 اهي يا جماعه، الاشاره ولكنها موجوده خالص. 120 في الربع كام؟
120 في الربع الثاني صح؟ وكوزين فيها ها سالبه، ركز معايا. اقدر اعبر عنها زي ال 120 هي نفسها 180 ناقص 60 صح؟ اقدر اقول كوزين دي بتساوي كوزين دي يا جماعه، يعني هي نفسها كوزين 60 بس احط بره ايه؟ سالب. ليه حطيت بره سالب يا شباب؟ لان الكوزين في الربع الثاني سالبه، يبقى انا هشيل يا جماعه كوزين 120 واحط مكانها سالب كوزين 60. وراحت دي يا شباب؟ عرفتوا السبب؟ بقى تساوي سالب 3 كوزين 60. تعمل مثلث كوزين 60 كوزين 60 بتساوي نص، يبقى سالب 3 ضرب ايه يا جماعه؟ نص. هتساوي سالب 3 على 2. طب يا جماعه انت حل من غير ما اعمل القصه دي كلها، ينفع من حاسبه مره واحده؟ الحاسب يقول له ايه؟ 3 كوزين سالب 120، يجي معاك الحل صح برضه. نجرب كده بالحاسبه يا شباب، نجرب بالحاسبه. امال ده ايه؟ الغي الغي. يلا يا جماعه قولي هنا 3 كوزاين 120 او سالب حتى، حط خليها سالب برضه مش اي مشكله، سالب 120 زي ما هي يا شباب. يبقى انا ما عملتش اي حاجه خالص، شغال من الخطوه الاولى. هيديني كام؟ اهي يا شباب سالب 3 على كام؟ على 2. نفسها ولا لا يا جماعه؟ نفسها ولا لا؟ نفسها. يبقى احنا كده ايه يا شباب؟ انا بس بتعب نفسي معاكم ليه في الحاجات دي؟ بتعبكم معايا ليه؟ عشان الناس اللي تحب تتاسس في الرياضه كويس تعرف ان حاجه منين. مش عايزك تبقى حافظ حاجه، عايز تبقى فاهم. نتمنى يا جماعه المرحله دي تعدي علينا وتذكرها بالخير بعد كده يا استاذ. يعني محمد اتفضل. كيف تجينا هذه الاسئله مثلا في القدرات؟ في القدرات هتجيلك، بس اي حاجه فيها حاسبه ما هتجيلك، هتيجي الحاجه المباشره من غير الحاسبه. ماشي، يعني حاجه كنت عارفها بديهيه كده من نفسك تكون عارفها. يعني موضوع المثلث ده 30 60 ده لازم تكون عارفه كويس جدا. مثلث 30 60 تكون عارفه كويس جدا، 1 2 3 تجيب بيها اي زاويه. المثلث الثاني كمان بس الاغلبيه 45 45 ال 45 تكون عارفه برضه، 45 وهنا 1 1 جذر 2 تكون عارفه. وتكون عارف كمان موضوع ايه؟ لو عندي زاويه مثلا زي اللي فاتت من شويه 120 اهي، اعوض عنها بكام؟ 180 ناقص 60. يعني معنى كده ان كوزاين 120 هي نفسها كوزاين 60، بس احط اشاره بره. تعرف الحاجات دي كلها من غير حاسبه، دي كلها استعمالات اهي للدوال المثلثيه من غير الحاسبه. ما تقوليش مثلا زاويه كبيره مش هعرف اجيبها، لا اعرف احولها لحاجه صغيره. زاويه 135 100 مثلا 65 اي ده تحوله الى زوايا ايه؟ صغيره ثانيه. ماشي؟ بس مثلا يا استاذ 330 ما تتحول. لا ما تتحول، دي مش زوايا خاصه، بكلمك على زاويه. لا تقدر تتحول برضه، تتحول 330 ال 270 يعني؟ 330 عباره عن 360 ناقص 30. ماشي؟ تبقى هي نفسها بالظبط 30 بس حسب الربع اللي عندي. في الربع الكام؟ في الرابع صح؟ ايوه في الربع الرابع. الربع الرابع عندك الكوزاين بتكون ايه؟ موجب، يعني هي نفسها بالظبط. بيقول لك كده اهو 30 كوزاين 30، يعني كوزاين 330 هي نفسها كوزاين 30. طب والساين؟ ساين 330 نفسها بس قول سالب بره، بالسالب سالب ساين 30. لو في الثالث كانت، لو الاول موجبه، الثاني قصدي، لو الربع كل واحده على حسب الاس تي سي اللي عندك. ايه صح، بس تجيب فيها كل دي القدرات زي كده، فكنت عارف الحاجات اللي زي دي، الشغل ده وكله ماشي يساعدك كتير. وتاكد مش هيجي لك مثلا زاويه تكون صعبه ما ينفعش تحول، تحتاج فيها حاسبه، لا هيجي حاجه تستعمل فيها عن العقل والقلم من غير الايه؟ الحاسبه يا شباب، بدون حاسبه خالص. طيب نكمل. احنا كده جبنا ايه يا جماعه؟ هو جبنا الكوزا الاكس، نجيب برضه كمان ايه؟ الواي. يلا قلنا الواي بتساوي ار ساين ثيتا، هتساوي الاربع مثلث 3
3 ساين سيتا بسالب 120 يا شباب. قولي هي نفسها ايه يا شباب؟ ها؟ 1 120 واحدة واحدة نجيبها. السين دي دالة ايه الأول؟ 180 حدث. الأول سين دي دالة ايه؟ زوجية ولا فردية؟ فردية. ما تسمعش في الإشارة. خليها زي ما هي. تطلعها برا، تخلي تطلعها برا. ترميها برا. لكن الزوجية بتاكلها، بتاكلها تبلعها كده. فهنا أقول له سالب 3 ساين. طيب لو الإشارة برا يا أستاذ إيش يصير؟ خليها برا زي ما هي، المشكلة اللي برا برا. وساين. لو عندك برا هنا برا يعني سالب؟ أيوه يعني سالب 3. أيوه اللي هيجي اللي تجي من هنا سالب سالب في سالب الأموجة. تضرب فيها عادي. إيه المشكلة؟ لو كانت هنا سالب قبلها، لو كانت هنا في سالب قبلها، هيبقى سالب في سالب الموجة. مفيش أي مشكلة خالص. سالب 3 120 موجة. كانت سالب 3 ساين 120 موجة. إيه. 120 صح؟ إيه. وده موجب خلاص هي زي ما هي اهي، ما دي موجبه هنعرف ايه؟ ما تتغير. لا هي موجبه خلاص، خليها سالب، هي موجبه. الفكره لازم اخليها موجبه، لازم احولها الى حاجه موجبه. طيب الفكره بعد يا جماعه، قلنا ان هي داله فرديه طلع الاشاره بره. طيب 120 قلنا عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن 180 ناقص 60، يعني هي نفسها سالب 3 ساين 60. بس ده الربع الكام؟ الربع الثاني، السين موجبة ولا سالبة يا شباب؟ الربع الثاني موجبة موجبة، يبقى زي ما هي، إذا كانت سالبة كنت غير الإشارة دي، خليها سالب في سالب بموجب. واضح يا جماعة؟ بتساوي سالب 3 سين 60 اللي هي جذر 3 على كام؟ على 2. بتساوي في الآخر 3 سالب 3 جذر 3 على 2. يبقى نقطة يا جماعة عندي أهي. النقطة النهائية معلش كفاية اللي سويناه بالمثلث صح حساب؟ ايوه صار ال 120 صارت 60 كله بالمثلث، هفهمك حاجة يا محمد بعد ثانية واحدة. النقطة يا جماعة عندي اهي سالب 3 و2 على سالب 3 وهنا سالب 3 جذر 3 وكام؟ و2. نعم. بص يا عبد الرحمن، بص يا محمد، بص يا بطل معانا. الربع الثاني ده يا جماعه، الربع الثاني بعبر عنه ازاي؟ اي زاويه في الربع الثاني؟ سيتا مثلا عندك ب 120 130 اي حاجه زي كده، كيف اعبر عنها؟ اقدر اقول له مثلا كان اعتبر ده 120 يا شباب. اعتبرها ده 120. ماشي؟ تمام. لكن كلها بكام؟ كلها على بعضها 180. اقدر اشيل 120 دي واحط مكانها رقم ثاني مختلف. 120 هتساوي كام؟ ال 180 كلها ناقص 60 ده ودي 30 30 زائد 90 120 صح؟ اقدر اقول له في ال 120 بتساوي ايه؟ 180 طرح 60. يبقى لما اقول لك كده ساين 120 هي نفسها بالظبط، تقول له ساين 180 ناقص 60. طيب لو عندك يا جماعه في الداله 180 او 360 بتخلي السين زي ما هي ساين والكوزين زي ما هي كوزين. ماشي؟ قول له بتساوي ساين زي ما هي 60. بس ببص الاول الربع الثاني سين موجبه ولا سالبه؟ موجبه، تبقى موجبه زي ما هي. ماشي؟ طب لو كانت كوزاين هقول لك كده كوزاين 120 هي نفسها كوزاين كام؟ سالب 60. 180 ناقص 60 60. ال 180 بتخيل كوزاين زي ما هي، لو بتساوي كوزاين كام؟ 60. بس كوزاين في الربع الثاني سالبه، احط قبلها هنا ايه؟ قبلها كده سالب. ماشي يا شباب؟ بالمناسبة يا جماعة هذكركم بحاجة تانية. أنا بقول لك وقت لما تلاقي 180 أو 360 بتخلي الكوزين كوزين زي ما هي والسين سين زي ما هي، أمال إيه اللي بيغير يا شباب؟ إيه اللي يخليها السين تبقى كوزين؟ كوزين تبقى ساين؟ 90 صح؟ وال 270 لو عندك كده مثلا ساين 90 ناقص مثلا 50 هي نفسها بالظبط ساين 50. لا كوزين معلش أنا آسف، كوزين 50. كوزين 50. يبقى ال 90 لما تجي لك تغير الداله المثلثيه من سين لكوزاين، من كوزاين لساين، من تان الى ايه؟ كوتان. ماشي يا شباب؟ ولا حديا شغلك كله انت دلوقتي حاليا على 180 غالبا، يعني 180 زائد او 180 ناقص. الربع الثاني 180 ناقص. الربع الثالث قول له 180 زائد الزاويه سيدي انا ايا كان 30 40 زي ما تيجي. الربع الرابع
360 ناقص زي ما قلت من شويه كانت ايه 330 عباره عن 360 ناقص 30 وهي نفسها بالظبط حكم 180 يعني بتخلي الربع الثالث الست كيف؟ ايه؟ الربع الثالث الربع الثالث 90 زائد 180 زائد الزاويه يعني مثلا زاويه زي كام؟ الربع الثالث زاويه زي ال 200 مثلا و10 او 240 خليها 210 عبر عنها زي دي 210 اقدر اقول له 180 180 زائد 30 ركز كده معايا لو عايز اجيب ساين مثلا لو ساين يبقى ساين 210 هي نفسها ساين 180 زائد 30 طيب 180 زائد 30 هتساوي ساين 30 بس في حاجه بس بالسالب انا في الربع الكام دلوقتي الثالث الساين فيها ايه سالبه احط سالب بالمثل كوزاين كوزاين 210 هي نفسها برضه كوزاين 180 زائد 30 هي نفسها كوزاين 30 والربع الثالث كوزاين بتكون سالبه برضه يا جماعه الموجب بس الثاني يبقى برضه احط سالب كوزاين 30 مفهوم يا جماعه الفكره دي؟ اذا الحاجات دي الحاجات دي اساسا فهمتوها هتلاقي المسائل بالنسبه لك كده كانها بتلعب بتسالي كده سهله معاك طب نرجع الدرس يا شباب نرجع الدرس معانا وقت معانا وقت حوالي 7 دقائق يلا احنا عامه مش فكره جديده خالص نفس الافكار اللي احنا فيها دلوقتي ما في جديد بس والله يا جماعه انا سعيد جدا باسئلتكم معناها ان الناس بتحاول تفكر تفهم توصل لحاجه يلا قول لي هنا مثلا ايه يا شباب الزاويه اهي اس نقطه اس وباي على 3 بكام دي يا جماعه الزاويه الستيل دي بعد كده تساوي كام ايه 180 على 3 3 60 60 يبقى اس انا عندي يا جماعه دي 5 دي 5 على 5 هي النقطه اسمها اس 5 على الارب 5 وثيتا بتساوي 60 60 اهي شباب اتعامل معاها برضه عادي جدا اقول له هنا ايه ار كوزاين اكس يساوي اكس بتساوي ار كوزاين ايه ار كوزاين 60 يبقى الارب 5 كوزاين 60 او بعد هذا ما هي مش اي مشكله خالص يبقى كوزاين 60 بكام يا جماعه كوزاين 60 بنص ما انتش عارف او ناسيها اعمل الجدول بسرعه اهو مثلث 30 60 احفظ شكله 1 2 جذر 3 1 على 2 بنص 1 على 2 5 على 2 اكس 5 على 2 طب نجيب الواي بنفس الاسلوب واي يساوي ار ساين 60 يبقى 5 ساين 60 ساين 60 بتساوي كام؟ 30 على 2 جذر 3 على 2 معلش يبقى واي بتساوي عندي في الاخر 5 جذر 3 5 جذر 3 على 2 يبقى النقطة اللي عندي المطلوبة النقطة يا جماعة اللي هي 5 وبيعها زي يناظرها بالمستوى الديكارتي 5 على 2 هي 2 ونص يعني و 5 جذر 3 على 2 اهي يا شباب تيجي في الامتحان ده ازاي يا شباب؟ اختيارات يجي لك النقطة دي يقول لك الصورة اللي تكافئها في المستوى القطب ايه؟ المستوى الديكارتي ايه؟ يجيب لك خيارات زي كده مرة يحط لك إشارة سالب مثلا هنا أو إشارة سالب هنا يا جماعة يغير فيها عادي وانت بقى تحسب صح وتجيب النتيجه صح ان شاء الله. طب واحده كمان يا جماعه اخيره عشان نكسر بس الايه؟ الوقت. يلا اخيره يا جماعه. بيقول لك هنا ايه؟ سالب 6 وسالب 120 كله بقى سالب اهو. نقطه اسمها ار سالب 6 وسالب 120. هات لي مركز على 120. نفس الاسلوب برضه شبه هو نفس الاسلوب اقول هنا اكس بتساوي ار كوزين ثيتا ار يبقى سالب 6 كوزين 120 سالب 120 اهي يا محمد يا عدنان خلي بالك كوزين ده جماعه هنغير الاشاره هنغيرها ده اللي ايه؟ ابلعها ولا اكنها عشان موجود. يبقى سالب 6 كوزين 120 زي ما هي موجب ايه؟ بالاشاره بعدين سالب 6 كوزين 60 60 فاكس في الحته اللي جايه دي وفي الربع التالي الثاني فهتصير سالبه لا هي سالبه انا هشيل ده اهي سالب 6 فسالب وسالب موجب كوزاين ركز معايا بس 180 مع
ناقص 60 يا جماعه. السالب زي ما هي اهي 6 كوزاين 60، الربع كان كوزاين ايه؟ سالبه. سالبه احط غير سالب، سالب موجب، يبقى دي موجب يا جماعه، بقت موجب بس. كوزاين 60 بنص، 6 في نص 30، 3 3 بس. احنا جيت كده الساين استاذ عندي سؤال مره ثانيه الحين ما فهمتها. 180 ناقص 60 120، ليه حطينا 60؟ ايه؟ ليه حطينا 60 مو 180 ناقص 60 يساوي؟ انا بشلت يا محمد بص معايا، انا شلت ال 120 واحط شيء يساويها بحيث يكون فيه داله خاصه اعرف اعمل معاها. ال 120 بتساوي 180 زائد 60. طيب 180 ناقص 60 يساوي 120. اي انا شلت دي، شلت دي خالص مكانها ده كله. ايوه طب ال 180 وين راحت؟ بتروح خلاص، ما انت عندك كعرب تقول لك ايه؟ كعرب تقول لك انا محمد ان كوزين مثلا 180 زائد او ناقص زاويه ثيتا هي نفسها كوزين ايه؟ الثيتا زي ما هي بس حسب الايه؟ حسب الربع. يعني 180 ما لها قيمه. لا بتتشال، بس عندك مثلا ايه؟ كوزين في الربع اللي هو دلوقتي، الربع لو هي زائد في الربع الثالث سالبه. لو في الربع الثالث برضه سالبه يا جماعه. سالبه. لكن عندك مثلا ساين 180 زائد ثيتا ده الربع الثالث ايوه اقول له بتساوي سالب ساين ايه؟ 60 او ثيتا. ليه؟ الساين في الربع الثالث سالبه. طب لو هي كده ساين 180 ناقص 60 120 اقول له ساين ساين 60 قصدي معلش انا معلش خليها ثيتا ثيتا بس ثيتا اي زاويه اي زاويه كانت 60 30 اي حاجه ثيتا بس ده في الربع كام يا جماعه؟ 180 ناقص يبقى اقل من 180 في الثاني، في الثاني الربع الثاني الساين موجبه ولا سالبه؟ موجبه. موجبه هنا بقت موجبه اهي هنا كانت سالبه عشان حاجه في الربع الثاني الثاني. واضح كده يا محمد؟ طب بس عندي سؤال. اتفضل عبد الرحمن. لو الزاويه ما طلعت زاويه خاصه يعني ما طلعت 30 ما طلعت 60 ما طلعت 50 معاك الحسبه طلعت 55 يعني مثلا ايوه بالحسبه تجيبها على طول زي انت عايزها. في اي مشكله أيوة. الزوايا اللي هي غير الخاصه كلها بالحسبه ما فيش حد بيستعمل حاجه غير الحسبه يا جماعه. لازم الحسبه ماشي؟ الحاجات دي يا جماعه احنا كنا في الجامعه خلي بالك بنستعمل من غير الحسبه بنستعمل دي من غير الحسبه. كانت وقتها الحسبه مش متطوره كانت حسبه بطيئه جدا وضعيفه اي كلام خالص. كنا بنستعمل حاجه اسمها جداول. ماشي؟ كانت حاجه صعبه جدا جدا. يعني مثلا عندك زاويه زي كام؟ انا مش عارف اجيبها كام دلوقتي خالص عايز وقت كبير. مثلا زاويه زي ما انت قلت يا محمد ايه؟ زاويه مثلا وليكن ايه 54. ماشي؟ بنفتح باب صفحه عمود كده صفحه مين؟ عمود ال 50 بس لوحده. نوصل لحد ال 50 50. الصين لها جداول لوحدها ال 50 واقعد الف لحد ما اوصل لحد الايه؟ الفرع منها اللي هو الاربعه. ماشي؟ بتلاقي ارقام عشاء جماعه كتير جدا. يعني الموضوع بياخد وقت ومجهود. احنا اتعلمنا على اساسها. طبعا الناس الحاجات دي كلها بس اللي فاكره شكل الجداول بصراحه. كانت صعبه جدا جدا. فبالنسبه لكم حاجه سهله اضرب على زر الحسبه هيجي لك اللي انت عايزه. ساين 55 في لحظه اهي. قول له ساين 55 يا سلام. دي كانت تاخد مني على الاقل 10 دقائق عشان نحسبها. تخيل؟ عشان اجيب الرقم ده كده. هنا لا ضغط الزر بس بتيجي والله احنا في راحه والله بجد بجد ما كانش فيها على حسب النظام ده خالص كل اللي انت شايفه على حسب ده ما كانش موجود فالعلم ما شاء الله اتطور شيل ده كله يا جماعه انا كده جبت الايه جبت الاكس يا جماعه هجيب بس الواي عشان نختم الواي بتساوي ايه قلنا ار ساين ثيتا يبقى الار عندي اللي هي ايه؟ سالب 6 سالب 6 ساين ركز معايا كده يا مين؟ 60 سالب 120 ركز لحظه 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 الاشاره هتكتب معانا واحده واحده الاشاره دي واحده واحده الصين ما نتغير نطلعها إيه؟ بره فرديه فرديه طلع الاشاره الناحيه الثانيه هنا فبتساوي سالب سالب موجب يبقى 6 ساين 120 يبقى 6 ساين 180 بالتفصيل اهو ناقص 60 اللي هو 60 يعني يبقى 6 ساين ايه؟ 60 موجب ولا سالب؟ موجب لان الساين موجب في الربع الثاني ساين 60 بتساوي ايه؟ يبقى 6 مضروب في جذر 3 3 على 2 من المثلث اللي عندك يا جماعه 60
اختصرت الستة تروح مع الاثنين يبقى ثلاثة جذر كام؟ ثلاثة. يبقى النقطة اللي عندي هي عبارة عن ثلاثة، النقطة دي يا جماعة ثلاثة اللي هي اكس يعني والواي ثلاثة جذر ثلاثة اللي هي مين؟ الواي ثلاثة جذر. سهلة يا جماعة، درس سهل يا جماعة، بسيط، درس كويس. الفكرة كده إن شاء الله بإذن الله هذا ما أخذنا قبل يا أستاذ. إحنا خدنا في القطبية، إحنا خدنا القطبية قبل كده، القطب جديد بس تطبيق عليه بس جديد، كل حاجة خدتها قبل كده يا محمد استعملها بعدين. ماشي، أي شيء أخذناه